مستمرين معكم جون 16 بيبر 1 فاريانت 1 والسؤال ال 11. السؤال هنا بيقول لي ايه يا جماعه؟ تعالوا نشوف كده. بيقول لي four different children run up the same set of stairs. اربع اطفال يا جماعه طلعوا عملوا سباق على السلم. For which child is the useful power to climb the stairs the greatest? مين الطفل فيهم الاكثر نشاطا؟ حبايبي النشاط الباور بيسموه في العربي القدرة، ماشي، خلينا نسميه النشاط. هو انت تقدر تعمل ورك قد ايه في تايم قد ايه، ديفايدد تايم قد ايه. فمعروف يا جماعة ان انت بتدور على الاكثر نشاطا. الاكثر نشاطا هو اللي يعمل الشغلانة في تايم قليل. الاكثر نشاطا، الاكثر باور، الاكثر قدرة، هو اللي بيعمل الشغلانة، الشغلانة الورك في تايم قليل. خلاص يبقى دور على التايم قليل. طب ماشي 15 15. طيب ايوه بس خد بالك الاطفال اوزان مختلفة. بصوا بقى يا جماعة، مادام الاوزان مختلفة يبقى اكيد التقيل يا عيني هو اللي عامل ورك اكبر. يبقى ادور على مين؟ على اكبر ورك. اكبر ورك ده اللي هو اتقل طفل، وعلى اقل تايم. اقل ايه؟ تايم. فالطفل التقيل اللي يقدر يطلع السلم في وقت قليل ده جبار، ده يا جماعة جبار، بسم الله ما شاء الله عليه يعني. تمام، يبقى أبو ماس تقيلة في تايم إيه؟ لأن أبو ماس تقيلة ده معناه أنه عمل ورك كبير في تايم قليل. يا نهار أبيض، ورك كبير في تايم قليل ده بسم الله ما شاء الله عليه، تلاقي الباور بتاعته بتكون إيه؟ بتكون عالية جدا. دي إجابة هذا السؤال فيما يخص الباور.